صورة أثارت انتباهي، فظننت أن الكاتب نفسه موجود في ساحة شهداء ديوانية، لكن تمعنت أكثر واستفسرت لأجد هذا الشاب قد تأثر بكاتب عربي ليجعل من تسريحة شعره وشكله العام مقاربا جدا له. أحمد شاب بسيط اعتادت ساحة اعتصامات الديوانية أن توثق ما يفعله يوميا، متحملا عناء المجيء وحمل لكتب كثيرة، يهدف بحملته المتواضعة كما أطلق عليه القراءة في سبيل الله، أن يطالع الشباب ويقرأ ويتنور ويشاهد كيف ترتقي الأمم من خلال ثقافتها. أنا أحمد طالب مرحلة ثالثة كلية تربية عربية، حبيت أبادر بمشروع ولو جزء بسيط أنه أجيب كتبي اللي أنا محتفظ بهن يعني النفسي في خدمة المتظاهرين والأشخاص اللي هنا يتواجدون، لأن يقولون إحنا لازم نقرأ كأشخاص عراقيين، لأن الأمة التي لا تقرأ، يقولون الأمة التي لا تقرأ يصبح بها الذباب أئمة، ومثل ما تعرف أنت وبقية الأشخاص أن خير جليس في الزمان الكتاب. جهد طوعي ومؤلفات يحاول أن ينتقيها من ماله الخاص ليمنح فرصة القراءة لمن يحب مجانا، وحتى من يستعير منه الكتاب فإنه لا يأخذ منه أجرة بقاء الكتاب مهما طالت، شريطة إرجاعه باعتماده على وعد بسيط من خلال الحديث بينه وبين من يريد القراءة. اختارت هذا العنوان قلت لك لأن حبيت أكون في سبيل المتظاهرين بدون مقابل، مجرد أنه الإنسان يتصفح، حتى لو إذا كان يتصفح بشيء بسيط فأنا واستفاد، فهذا الوعي راح يطورنا، خصوصا احنا بهاي المرحلة محتاجين اكثر وعي، اكثر ادراك، اكثر مسؤولية تجاه هذا الوطن المجروح. هذه الكتب الخاصة اجيبها دائما من البيت من الساعة 8 صباحا الى الساعة 4 عصرا. طموحات كثيرة يتمناها هذا الطالب الجامعي في قسم اللغة العربية بأن يكون في القادم من الأيام اهتماما بالقراء والمؤلفين والمثقفين، وأقامت معارض تهتم بالكتاب في بلد يعرف بذائقته وقرائه. من الديوانية محمد حسن، قناة التغيير.